اليوم حنتكلم عن أنواع الفرش المستخدمة في الرسم على الوجه. أكثر فرش استخدمها عشان نرسم على الوجه هي الراوند برش اللي يجيك الراس زي كده. طبعا هي يجيك مختلف المقاسات، مثلا في 3 في 4 في 8. أنا أفضل كمان أستخدم رقم 1 و0. النوع الثاني هي الفلات برشز، يجيك زي كده شكلها، وبرضه في مقاسات مختلفة منها، وأنا أفضل أستخدم المقاسات الصغيرة للرسم اليومي والمقاسات الكبيرة لما بستخدم الألوان اللي تجيك زي كده. نبدأ نطبق ونشوف كل فرشة كيف استخداماتها. حبدأ بالراوند براش، هستخدم مقاس 8. هذه فرشة مقاس 0. كمان بالراوند براش نقدر نسوي له رود، نفس الفرشة مقاس 8. إذا نبغى الوردة كبيرة ناخذ لون أبيض وناخذ لون مثلا وردي. الوردي بس نحطه على رأس الفرشة. نيجي نستخدم الفلات برش. طبعا هي برضو كل مقاس ليه استخداماته، فمثلا نقدر نستخدم هذه عشان نرسم رسمة عادية، طبعا الميزة انه في هذه الفرشة تعطيكي خطوط مع التدرب تطلع لك كأنها بمسطرة، يعني ما تعطيكي خطوط متعرجة، بينما لو استخدمنا الفرشة الراوند براش ما حتطلع مستقيمة كثير، يعني لازم يطلع فيها تعرجات زي هنا. حط لها نقاط باستخدام الراوند براش. نيجي لاستخدام الفلات براش بس المقاس الكبير. الجليتر الوردي نقدر حوالينا مثلا نحط نقاط بالجليتر الجل. كده نتيجة.